مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد، وهو الجزء الثالث من أهم الأماكن التي زرتها في مصر. ومواصلة لهذه السلسلة، اليوم سنرتحل إلى محافظة جديدة وهي من أهم الأماكن السياحية. الحديث هنا عن محافظة الجيزة، وقد تحدثت عنها كتب التاريخ وكتب الرحلات، وقد أبرزها الرحالة ابن بطوطة. بهذه المحافظة نجد نشاطا تجاريا واقتصاديا متميزا، وكذلك سياحيا. وبما أننا تناولنا الحديث عن الجانب السياحي، فسنتحدث عن أهم مكان، وهو يعد من إحدى عجائب الدنيا السبع، وهو هضبة الأهرامات. وبهذه الهضبة نجد الأهرامات الثلاثة المعروفة، وكذلك نجد تمثال أبو الهول، وسنتحدث خلال هذا الفيديو باختصار عن هذا المكان السياحي الجميل. بداية نتحدث عن الأهرامات، وقلنا هي إحدى عجائب الدنيا السبع، والتي بنيت حوالي 26 قرنا قبل الميلاد من طرف الفراعنة، والتي تنسب إليهم أنذاك، حيث أنهم كانوا يتخذونها مقابرا للملوك. وهذه الأهرامات هي ذات هندسة عجيبة، قد بنيت في عصر قديم ولا تزال لها مكانة كبيرة في عصرنا الحالي، إذ تعد وجهة سياحية، فلا زائر لمصر لم يذهب إلى الأهرامات لأنها تستوقف كل زائر. هذه الأهرامات هي ثلاث أهرامات: الهرم الأكبر والأوسط ثم الأصغر، أو يطلق عليها الهرم الأب والهرم الابن والهرم الحفيد، وكذلك يطلق على الهرم الأكبر هرم خوفو، والهرم الأوسط هرم خفرع، والهرم الأخير يطلق عليه هرم منقرع. هذا التمثال ذو الارتفاع 20 مترا على سطح الأرض في زمن خفرع، وهذا التمثال قد شيد لأسباب غامضة حسب بعض الناس، أما البعض الآخر فيرى أنه قد تم تشييده ليكون حارسا لهضبة الأهرام وحارسا لملوكها. إذا لست هنا للحديث عن تاريخ هذا المكان السياحي بمصر، لأن تاريخ مصر تاريخ عريق، ولكن فقط وددت أن أوجهكم إلى هذا المكان السياحي الرائع. فإذا ذهبتم إلى مصر لا تفوتوا فرصة زيارة الأهرامات، فستجدون هناك ما يعجبكم، لأن هناك مساحة كبيرة، هناك ثلاث أهرامات، وهناك تمثال أبو الهول، وهناك بعض المقابر، وهناك أيضا بعض المتاحف التي يمكنكم زيارتها. أيضا يسألني البعض كيف أذهب إلى هذا المكان الجميل؟ أقول لك أولا حذاري من النصب، لأن هناك مجموعة من النصابين يقترحون عليك الذهاب مقابل ثمن غال جدا. الخطوات كالآتي: إذا كنت في القاهرة اصطحب المترو، المترو ربما بجنيهين فقط حاليا. تذهب إلى محطة تدعى البحوث، المصريون يطلقون عليها محطة البحوث. في هذه المحطة تجد حافلة تأخذك إلى الفيصل، وفي الفيصل تصطحب حافلة أخرى إلى الجيزة أو إلى أهرامات الجيزة، قد لا يأخذ منك أكثر من 6 جنيهات، وتذهب إلى هذا المكان الجميل. في الأخير أتمنى أن هذا الفيديو قد أعجبكم، هو فيديو قصير، هي لمحة فقط عن منطقة الأهرامات، لأن الحديث عنها كما قلت سابقا حديث طويل. إذا وددتم أن تذهبوا إلى هذه المحطة السياحية فلن تندموا أبدا. وسأترك لكم في الوصف فيديو قصير كنت قد قمت بتصويره سنة 2016، ربما الجودة كانت ضعيفة بسبب الكاميرا التي كانت معي، وأتمنى إن شاء الله التفاعل منكم. وإن كانت هناك أي أسئلة أو أي تعليقات على هذا أو على هذا المكان السياحي الجميل، مرحبا بكم، وإلى فيديوهات أخرى ستكون أجمل إن شاء الله. تحياتي.